نبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع مباراة الهلال السعودي وفريق النادي الزمالك اللي خلصت امبارح بفوز الهلال على الزمالك بالنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، ده بعد التعادل في الشوط أو في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 في مباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح في قطر وللمنافسة على كأس الوسيل بين بطل الدوري المصري والدوري السعودي. النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي اختيار السويسري مارسيل كولر مدير فني الفريق خلفا للمدرب البرتغالي سواريش، والنادي الأهلي قال في بيان رسمي إن المدير الفني الجديد هيصطحب معاه 3 مساعدين، مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء، والمفروض إنه هيحضر النهارده علشان يبدأ مهمته مع الفريق. علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر اكتفى بإجراء التدريب الأخير في فندق الإقامة في كامبالا في أوغندا علشان يريح اللعيبة قبل مباراته النهاردة اللي هيواجه فيها النادي بول الأوغندي، وده هيكون الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة وفي إطار الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. حقق فريق اتحاد جدة السعودي المحترف في صفوفه الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي الفوز على فريق الرائد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وده ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. سجل الدولي المصري أحمد حجازي هدف الفوز لاتحاد جدة في الدقيقة 66 من زمن المباراة. وتأهل الثنائي نور الطيب وسلمى هاني للدور ربع النهائي في بطولة هيوستن اللي بتستضيفها ولاية تكساس الأمريكية، وفازت نور في مباراة دور 16 على الأمريكية أوليفيا كلاين في 3 أشواط في مباراة استمرت 22 دقيقة وجات نتيجة الأشواط 11-4 و11-5 و11-2، وفازت كمان سلمى هاني على مواطنتها نادين شاهين بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 73 دقيقة وجات نتيجة الأشواط 13-11 و9-11 11-7 10-12 و11-9. وبتواصل التونسية أنس جابر كتابة التاريخ في لعبة التنس بعد ما وصلت لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس واللي بتعتبر واحدة من البطولات الكبرى، وده بعد فوزها على الفرنسية كالورين غارسيا بنتيجة 6-1 و6-3. قررت رابطة الأندية الإنجليزية تأجيل مباريات الجولة 7 في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وده بعد مراجعة إجراءات الحداد الرسمية على وفاة الملكة. وأصدرت رابطة البريمير ليج بيان رسمي أعلنت خلاله تأجيل مباريات الجولة رقم 7 واللي كانت المفروض تكون النهاردة وبكرة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لأحمد بسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.